لا تزال عين الثائر يقظة، بينما عين القانون غافية تغض الطرف عن النزاعات العشائرية والقبلية في السهول والمناطق الخارجة عن قانون الدولة. فمن مشاكل زراعة الحشيش لمشاكل تهريب السلاح، قصص الهيبة لم تنتهي. واليوم وبعد أن كانوا يدا واحدة صفا متماسكا، اخترق الثائر عائلة شيخ الجبل. ها هو شاهين شيخ الجبل، اليد الضاربة لعائلته قد قتل. شاهين هو بالإغراض مستيطر عليهم المعلم، كنت مع الشباب طمن ست ماهر بخير، فرقوا على السهل والساعة بتكون بالبيت. يا كويس. جميع أهالي الهيبة عبروا عن استيائهم وأكدوا على فاجعتهم بالخبر. ما بعرف شو بدي أقول، كانوا اثنين مثل إخواتنا، بس هلأ ما بعرف شو صار. الله يهين على الشيطان. أنا اللي بدي أقوله إنه نحن توقعنا كل شيء، إلا إنه جابي اللي يعمل هيك عمي ومع مين؟ ابن عمو شاهين، كانوا مثل الإخوة. ورغم تباين الآراء ووجهة النظر بين الجميع، إلا أن التكتم عن هوية جبل لا يزال متفق عليه بالإجماع، ولم تفلح عمليات البحث والاستطلاع بالحصول على أي صورة لجبل شيخ الجبل حتى الآن. وعليه ندعو كل مواطن شريف قد حصل على أي معلومة أو دلالة تشير لهوية جبل، صورة كانت أم مقطعا مصورا، بمراسلتنا مع الحفاظ على السرية التامة. ما في داعي. وندعو برميون معلم من قبله شخصيا بتقديم شهادته أمام الخبراء الرسمي في المكتب الجنائي. برميون برمية على الله، تظهر ملامح جبل لتسهيل البحث عنه وإلقاء القبض على واحد. معقول ما في صورة لجبل شيخ الجبل؟ ما حدا تعاون معنا ليعطينا صور. هلا بعدين بخبري، يلا 10 ثواني بتكوني على الهواء. عن هكذا رجل ليس مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية الجميع. هذا كل ما لدينا الآن فيما يخص هذا الملف الإشكالي، فبين من أثبت صحة الخبر وبين من أنكر خيانة شاهين لابن عمه جبل، يبقى السؤال الأهم: هل سنشهد أي تحول في موقف الدولة تجاه الفلتان الأمني المتوقع؟ نعود إلى الاستديو مع زميلتنا نور لمناقشة هذا الأمر. شكرا للزميل سمير على هذا التقرير. بننطلق من أسئلة سمير لنتعمق أكثر بالموضوع. مشاهدينا، هيدي الأرقام بأسفل الشاشة للتواصل، الحوار مفتوح. شو رأي القانون؟ شو الإجراءات الأمنية المفروض أنه تتخذ فورا؟ الرأي العام شو بيقول؟ شو الوضع بالهيبة هلأ وكيف الأجواء؟ أي منحة ممكن تاخد التطورات والأحداث؟ والأهم، وين جبل شيخ الجبل؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. واحد شاي. بدي؟ 5 طلاب. تشرف. بعزبك استاذ الفاتورة بس. شاي بابا. يا مرحب. شو عم تعمل هون؟ هوك طلعت روحي من القعدة بالقوض فوق، جربنا الحبوس، الحبوس أرحم. صدقني كل شي عم بيصير هون لمصلحتك أنت وابن عمك، بس أنت كمان لازم تتعاون معنا شوي. وك شو طالع بإيدي وما سويته؟ ها وجودك هون خطر عليك وعلى شاهين. شو ساوي؟ بدك تعرفي إنه شاهين ميت عند الكل. بتعرفي الكلام هذا شو معناته؟ يعني ما له غيري، وانا ما راح بتركه. كل ما تحكي هيك بتذكر فيك عمو سلطان الله يرحمه. تعيشي. شوفي حكيمه، اذا عن جد خايفه علي وعليه، طمنيني باسرع وقت عنه. لو الموضوع بايدك كنت هلا طلعته من هون. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه، بس فرصة شاهين قليلة، ما بنعرف إذا بيزبط منا أو لا. هلأ منقول يا رب أكيد،
بس لا سمح الله إذا يعني مثل أهلي تعرض حياتك للخطر كرماله. معلم انت هون انا عم فتش عليك. خير شاي صار له شيء؟ لا 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 بس قوم معي ضروري. يعطيك العافية. الله يعافيك. واحد شاي. قد ايه؟ خمس طيب. تشرف. بعزبك استاذ الفاتورة بس. شاي بابا. يا مرحب. شو عم تعمل هون؟ هوك طلعت روحي من القعده بالاوض فوق. جربنا الحبوس، الحبوس ارحم. صدقني كل شيء عم بيصير هون لمصلحتك انت وابن عمك، بس انت كمان لازم تتعاون معنا شوي. وك شو طالع بايدي وما سويته؟ ها وجودك هون خطر عليك وعلى شاهين. شو ساوي؟ بدك تعرفي انه شاهين ميت عند الكل. بتعرفي الكلام هذا شو معناته؟ يعني ما له غيري، وانا ما راح بتركه. كل ما تحكي هيك بتذكر فيك عمو سلطان الله يرحمه. تعيشي. شوفي حكيمه، اذا عن جد خايفه علي وعليه طمنيني باسرع وقت عنه. لو الموضوع بايدك كنت هلا طلعته من هون. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه، بس فرصة شاهين قليلة وما بنعرف إذا بيزبط منا أو لا. هلأ منقول يا رب أكيد، بس لا سمح الله إذا يعني مثل أهلي تعرض حياتك للخطر كرماله. معلم أنت هون أنا عم فتش عليك. خير شاهين صار له شيء؟ لا 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 بس قوم معي ضروري. اعطيني لائحة أسماء المرضى بالغرف لو سمحتي. لحظة لوحده؟ ما في معه حدا؟ ما في مرافق؟ في مرته وأخته بيتبادلوا على زيارته شوي وبيجوا. طيب شكرا. هون مين في؟ هيدي الغرفة فاضية، امبارح كان فيها مريض وطلعوا. بليز حضري لي فايل احمد اول شيء، او احكي بنك الدم عن عمليه كثير كبيره. شو القصه؟ شو صاير بالمستشفى؟ وزير شرف اجته جلطه وهلا فاتوا عقده العمليات.